العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. في هذا اليوم المبارك يوم الاحد 22 من شهر محرم الحرام سنه 25 و400,000 نستأنف مجالسنا هذه التي كان من المقرر ان نمضي في الحديث وفي تدبر سورة قاف، ولعل الإخوان الذين يتناوبون معي في هذه المجالس ينسون قاف ويحذركم عن الصدق. وقاف هي صدق، فيها يتحدث الله عز وجل عن صدق الإنسان في اليقين بالآخرة وما ينتظره من أرواح القاب القائل المجيد لعجب أن جاءه منذر منه وقال كافر الذين لا يصدقون وانت معه صدق. هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. في هذا المجلس المبارك ان شاء الله نزور البيت النبوي، نزور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات تودد وتملق وتحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاب من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتحفظ من قولك سيدنا محمد لا يسيدناه. لا إله إلا الله. نزور البيت النبوي نتعلم فيه دروس الإيمان ودروس الإحسان ودروس الصبر ودروس الخلق حسن. ولعل من الأليق أن نبدأ بالكتابة، وهذا أوصي به الإخوان والأخوات دائما، من أتى إلى هذا المجلس فليصحب معه قلما ودفترا ليكتب. هنا خمس زيارات للبيت النبوي. الزيارة الأولى نجد فيها أم سلمة رضي الله عنها، وهذا درس للأخوات ينبغي أن يتعلموه وأن يتخذوا ما نقوله إن شاء الله رمزا للتخلق الحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، وكانت لها جويرية خادم تخدمها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداتك الجويرية تعالي. فأبطأت فغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدى لها تهديدا شديدا، وهذا التهديد هو اللي خصنا نعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم هدد هذيك البنية، هددها. شنو قال لها؟ قال يا بركة الكافرة غادي ندير لك ونفعل لك ونقتل لك وندير لك وانت كذا وانت فعلا، كما يفعل الآن الذين يستخدمون بنات الناس في بيوتهم. ولا ننتظر أيها الإخوان وأيها الأخوات من يأتينا بأخلاقية الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومات وعن الخوادم من المظلومات، بل نتعلم من بيت النبوة كيف هددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في يده سواك، ترى شنو السواك؟ ذاك عود الأرك تعرفوا اللي كيجي من الحج شحال الطول ديالو، ما نصبي عليكم اللي كيجي. كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواك، هل ضرب به يدك تغلبون يضرها كو؟ لا لا لا، خليها لولا القواد، وهذا كتبه الله يرضى عليكم، لولا القواد لأوجعتك بهذا السواك، لولا القواد لأوجعتك بهذا السواك. لولا القواد مع القواد القصاص، النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تقتص منه يوم القيامة. إوا من لماذا كاين القواد؟ أنا ما نقدش ما نضربكش بهذا السواك، لا أوجعتك. علاش من أوجع؟ علاش من وجع إلى ضربها بالناس؟ فإذا هذه اللطافة مجسدة، هذه اللطافة في التعامل. وهذا أقوله لبعض الناس
من يتعاملون مع نسائهم ومع الخادمة ومع الناس بالزفوة والغلظة والأخلاق الكريهة، الكلام البذيء، الكلام القبيح، الكلام الذي لا تشم منه رائحة اللطافة. لا أوجعتك بهذا السواك. يتلطف هذا، أي تلطف هذا. ويبلغني أن بعض الناس من حديثي عهد بالزواج، وآتي بهذه الأمثلة لكي نتخذ منها دروسا. عدوا جديد الأيام نوعيًا، كيجي المرأة الجديدة العروسة كيقول لها إلا مسكتها غنطلقك. واش هذه حيوانية ولا وحشية ولا بنادمية ولا شنو؟ المرأة إذا ذكرت لها طلاق راه قتلتيها، ماشي وجعتيها. ما يعرفوش الناس كيفاش يتعاملوا، وخصنا هذه الأمور نتعلموها من مبادئها من الأول. كثير منكم مازال ما تزوجوش، واللي تزوجوا خصهم يزيدوا في التلطف، والنساء كذلك. الكلمة القاسحة ما نقولهاش أبدا، نحرم على نفسي ما نقولش الكلمة البذيئة، الكلمة الجرح ما نقولهاش. دائما جزاك الله بخير، الله يكثر خيرك، نديرو كذا نفعلو كذا، أصدر ليك المرأة إلا درنا كذا ولا كذا لالا فلانة، ونعظمها ونحترمها وهي كذلك. تقول دولة لك الراجل جا دار ورجال، وانت ما لك فائدة، والناس شراو الديار وداروا كذا، وانت ما درتي لي حتى قفطان حتى كذا. انا واش ياكم تفاهم وتلاؤم. يعني هذا لهذا نزور بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه هذه الاخلاق اللطيفه. اذن في هذه الزياره الاولى تعلمنا ما فيها اللطف في التعامل مع الناس، مع الخادم مع الخادمه ومع الناس اجمعين، بالكلام اللطيف والخوف من الله عز وجل. وأذكركم بشيء قلته سمعته من أحد العلماء الصالحين، رجل ما حكاها السيد علي بن عنده شي واحد وصاع الوالدين ديالو، جات المرأة جات الأم كتشكي على نفقه هذا العالم، قالت له عندي واحد ولدي ضربني وهرس لي كراسي ودار لي وفعل لي وما قصرش. جا عنده هذا قال له شنو درتي؟ الوالده ديالك راه صار مع بخينا فقيه. قال لك الله تعالى كيقول وين جاء فلا تقل له أفين. انا ما قلتلهاش أفين، شنو ما قلتلهاش أفين؟ يعني هذه هرس لها راسها وقدقدقها مسكينه، ولكن ما قالش وفين فهم صحيح القران وفهم بليد. لولا القواد لاوجعتك بهذا السواك. الزياره الثانيه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم تتعلمون دروسا اخرى. امنا فاطمه رضي الله عنها السيده سيده نساء الجنه مع ابنيها الحسن والحسين، والإمام علي راقد، ورسول صلى الله عليه وسلم جاء يسمع الصبيين أحد أحدهما، رواية فيها الحسن وفيها أخرى فيها الحسين، يستسقي. أنا يستسقي خصو يشرب، بغى يشرب الوليد صغير في الليل خصو يشرب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقل شاة وحلبها، أنا اعتقل شاذ اعتقلها. هذه كيديروا الناس في البادية إذا جاو يحلبوا واحد المعزاز كيديروا لها، كيديروا رجليها في وسط في بين رجليهم عندهم كبيهم ويزيروها وكيحلبوها. فاعتقل شاة وحلبها. قالت منها قالت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأتى إلى شاتيننا بكيئ. الشاة البكيء هي التي قل لبنها وجف ضرعها فبقاش فيها الحليب. قال فدرت زين بصطاف حلبها فدرت معناها درت يعني رخات الحليب.
رخاء الحليب. شنو تعلمون من هاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنتي أهلي بحاله بحال الناس، ما يقولش أنا نبي وأنا رسول وما ندير شاي وأجوا تبروسكم، لا اسمع الوليدات كيبكيو جاي 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 جاتهم باش يسقيهم، جاب المعزة وكذا كي يعتقلوها ويحلبوها. فسقى الصبي الذي أحدهما، سقى أحدهما وأشوى الحسن والحسين كان يجتري. فسألت أمنا فاطمة قال لعل هذا أحب إليك من أخيه. قالت له هذا كتحب أكثر لأنه سقيتيه وعطيتيه هو الأول، إذا عزيز عليك أكثر من الآخر. أشنو نفهمو من هذه؟ لطف. هذا مشهد عائلي في الأسرة ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فاطمة الزهراء كتكلم مع الوالد ديالها كلام لطيف ديال المحبة، واش شكون عزيز عليك واش الحسن والحسين؟ هما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيحبهم بجوج، ولكن حنا نحضروا نشوفوا كيفاش كيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأهل ديالو معها. قال لا، ولكن هذا استسقى قبل أخي أو كما قال، يعني كنجيب الحديث بالمعنى. قال هذا الطول هذا اللي بغى يضر العطش قبل من الآخر، هو اللي قال لا أعطيوني. فأنا سبقته. ثم قال لا إني وإياك وهذيني وهذا الراقد في الجنة في مكان واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شنو نفهموا من هذا الشيء؟ بشارة تبشير، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وبشرى أولادها وبشرى الراقد. شكون الراقد؟ سيدنا علي. حاوك الله حاوك الله حاوك الله. قال لها إني وإياك وهذاني وهذا الراقد في الجنة في مكان مكان واحد. الزيارة الثالثة، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله فيما أذكر أبو بصرة، لعل هذا اسمه أبو بصرة أعرابي، معنى أعرابي مشرك مازال مسلم شيء. جاء النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم، فقال يا نادى الجارية، قال ائتيني بفلانة. شكون فلانة؟ شي امرأة؟ لا لا، واحد المعزة اسمها فلانة، عندها السمية ديالها. ولتحبب ولطف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حتى الدواب لها اسماء، حتى الحيوانات عندها سميتها. فهذه بغلاء هدا له قوقيس اسمها دلدل، دلدل البغلاس عندها سمية ديالها محترمة. والآن يعلموا يقول لك أسيدي الرفق بالحيوان وحقوق الإنسان، المستغرب حقوق ديال الحقوق العالية للحيوان تاهو، هذه ماشي بغلا، هذه دلدل هذه. وهذا حمار يسمى يعفور، يعفور. وهذه ناقة تسمى القصوى، ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أي تحب وأي لطف هذا. يا أيها الذين آمنوا، قضى تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا من يرتضي منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا النبي الكريم اللي هو اللطافة بنفسها، اللطافة كتمشي على الزيارة في بيت ديالو، هو النبي الشديد اللي كيمشي للحروب وكيغزي الكفار وكيغلبهم في بدر وكيقود الجيوش. علاش؟ إنه أذلة على المؤمنين، والمؤمن الأقرب إليه شكون هما؟ أهل بيته. هذا منتهى الكمال في الذلة
مع المشي الدين ماشي الذل، ماشي الذل، الذل نعوذ بالله من الذل، ولكن اللطافة، لطافة وتحبب ورفق. جاء أعرابي فقال ائتيني بفلانة، معزة عند اسمها ديالتها هي محترمة، فاعتقلها رسول الله وحلبها وأعطى الرجل، أعطاه شرب ما شبع شي، عاود ما شرب ما شبع شي، هو يسلم. هذا شهدوا يا محمد رسول الله، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شبع، وخلى ديك الزعكونة ولا اسمها ديك ديك الإناء، خلى منه ما كملوش، كان قبل ما يشبع. وكيف حدث كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يشرب من سبعة أمعاء، والمؤمن يشرب أو يأكل في معا واحد. هذه الزيارة الثانية. الزيارة الثالثة الرابعة، نعم الرابعة، الرابعة سيدنا عبيد الله ابن الحسن، ابن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه أجمعين، الحسن المثنى ابن حسن سبط شنو مثنى، لأنه سيدنا الحسن ولد اليد وسمى الحسن الحلو كيسميه، هذا السبط هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ولد الله فاطمة الزهراء، وولده كيسميه حسن المثنى. هذا عبد الله، كان عارف، كنا عارفه قبل عبد الله، ولكن لقيت بأنه كان عبيد الله أيضا يمكن خوه اسمه عبيد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل البيت. سيدنا عبد الله النفس الزكية عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصد يسمى عبد الله النفس الزكية. شكون منكم اللي كيعرف النفس الزكية؟ تعرفوش؟ شكون اللي كيعرف مكه ما تعرفوش النفس الزكية؟ قول شكون هو سي؟ شكون هو عبد الله؟ أخو إبراهيم القائمين رضي الله عنهم أجمعين، اسمه محمد، إيه محمد شاء الله، محمد نفس زكية ابن عبد الله، إيه ابن عبد الله اسمه الوالد له عبد الله الكامل، إيه هكذا ابن عبد الله الكامل بن الحسن، بن الحسن بن علي أبي طالب، وهو جد شكون، شكون ولاده باقي الآن لا حين عندنا في المغرب هنا، لا لا ماشي الأدارسة، في الأدارسة علويين صراف العلويون هذا بجدهم، هو سيدي محمد النفس الزكية، واسمه النفس الزكية لأنه كان نفسا زكية، التقوى والعيب والقوة والشجاعة، وخرج على من ضد ملك من ملوك العباسيين. شكون هو؟ السفاح ياك، والعباس السفاح هذا، ومولاي إدريس خوه صغر منه ياك، وقعت واقعت فخ ياك، قعت فخ وانهزم الأشراف، ولذلك كانت هذه نعمة من نعم الله عز وجل على المغاربة، اليوم يدرس لهنا وتبارك الله الآن المغاربة كلهم شرفة وكلهم أدارسة من قريبين أو من بعيد. سيدنا عبيد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بكر الله وجاه ورضي عنه أجمعين، يوصي ابنة أخيه وصية ابنة أخيه، الوصية معايا شيء مكتوبة غنقولها بالمعنى ديالها. شنو كيقول لها؟ كيقول لها إذا جاءك ضيف، نقول بالمعنى ماشي إذا جاءك ضيف فقدمي له وسادتك، إذا جاء عندك ضيف أعطيه الوسادة. شنو الوسادة؟ أعز فراش، الفراش المخير عندك، لأنه ديك الساعة كان عندهم داكشي بسيط، بسيط شي حصيرة، وقالت تقدمي له حصير،
يقول الوسادة يعني ذاك الفراس المخير عندهم. شنو درسنا هذا؟ الأخوات الفراس ديالهم ما يقولوش علاش كيجيو الإخوان دائما يجد مع الرجل الدرس مع الرجل تقول له أنت ديما كتجبنا الإخوان وكيشتكوا لي على فراشي ما بارك عليا ما كيجيبوا ليا يا لا لا الخير ديال الدنيا والآخرة اللي عنده ما يجيو يجلسوا على فراشك المؤمنين. فقال اسمعوا الله فإن رحمة الله تنزل عليك ما داموا على وسادتك. ما داموا على جالسين ثم رحمة الله كتنزل عليك. وقولها الأخوات ياك ليبلغ الشاهد لتبلغ الشاهدة منكم غائبات قولوا لهم بأنه راه الفراش ديالك اشنو سوى هذا الفراش ديال الدنيا؟ هذا الفراش اللي بيجيب لي أنا الرحمة تدار بتنزل عليا. لا عندي ما عندي بيه في الدنيا خصني الاخره ديالي. واطعميهم ولو خبزا وزيتا القراءه اعطيهم ولو خبز وزيت. احنا ما نعطيهمش الخبز والزيت لان هذا زمن اخر زمن اخر. الناس الحرفيون كيف مو السنه ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الفهم ضيق جدا. لا ياخذون بعصي اعتبارهم تغير الزمان والمكان والعادات والوسائل ووسائل العيش. في امريكا هنالك طائفه يسمون البلاليين لعلهم من السود بلاش كالتحليل بلاليون تعرف عنهم شيئا؟ البلاليون هاد البلاليون ساكن معذورين معذورين انهم كانوا في محتقرين في امريكا واكتشفوا الدين الاسلامي اللي كاين بجدهم قالوا حنا نديروا بحال داك الشيء اللي كان في سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال لك هما ما يركبوش على الطوموبيل وعلى هذا الشيء خصهم يركبوا على البغله. النبي صلى الله عليه وسلم يركبوا على البغله يركبوا على البغله خصهم غير الناقه ما عندهمش في امريكا الجبال ما كاينش خصهم يركبوا على البغله. ايوا البغله تركب عليها وتخرج في نيويورك كيفاش تولي؟ ضحكه؟ هاي تولي ضحكه. خصنا نلبسو كيف كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لبسنا كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم إيوا كنوليو ضحكة عند الناس. شنو كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ رداء واحد الفوطة هكا ماشي فوطة نقول واحد الحزة ديال الطرف ديال 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 الصوفة على الكتاف هكا وإزار تحزن هكا بواحد الطرف آخر. إلا لبسنا هاد الشيء هذا ما كادي كتسمى حلة. إلا كان بحال الرداء بحال الإزار في لون واحد كتسمى حلة. دابا عندنا هنا في العربية الدارجة ديالنا شي حلة مزيانة الحلة مزيانة كنتصورو وفي الرؤى في المشاهد ديال الأخوات والإخوان كيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لابس جلابة بحال هذه أو لابس شي كسوة ديال الحرير ولا شي حاجة جميلة. لان هذا على المثال في الاخره كاين احسان الناس ديال الدنيا. ولكن في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كيلبس كيلبس لباس بسيط بعض المرات ملاءه من ديال معنا ملاءه واحد كنقولوا حنا ملايه دابا ديال الصوفه وكيتحكم فيها كان البرد وصافي. وإلا ما كانش البرد كيجي واحد الازار واحد رداء كتسمى حلة. قال بلال يحنا نلبسو بحالو ونركبو بحالو ونعيشو بحالو. إيوا فين غايجيب لحم الجمل؟ ما غاديش يلقاها. ما كان كناكل لحم الجمل. خصنا نقلبو على الجمال نبداو نستوردوهم منين؟ من أفغانستان باش يجيبوهم لينا هذا كلهم في نيويورك. هذا الفهم ضيق. ماشي المقصود أننا نقلدو النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ما عيشتو. لكن قلدوا في الاخلاق ديالو في الاخلاق ديالو. والاخلاق لا تتغير مهما تغيرت وسائل العيش والات الحضاره. فما تغيرت الات الحضاره فان الاخلاق لا تتغير. واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لخصتها لنا امنا خديجه رضي الله عنها. فضل امنا خديجه كبير
لا تواجب دعاء رابطة، إذا نسيتها هاي نساكم في الآخر يقول لكم أنتم ماشي بناتي وأنتم ماشي أولادي، دعاء رابطة نصكم عليك. ومن عايزة شنو قالت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء فزعا، عندما جاء سيدنا جبريل ففزع وقال زملوني نثروني، شنو قالت له؟ شنو قالت له من خديجة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم نزع الوحي وشاف سيدنا جبريل خلع، إلا ما كيعرفش ما كنت تدري، خلاص على القرآن ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، خلع ما عرفش داك الشيء. شنو قالت من خديجة؟ باش تطمنوا باش تهدؤوا، هذا درس آخر، درس آخر. المثال ديالنا يجيك الراجل مسكين وقع له شي مشكلة في الخدمة ديالو ولا ما 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 تصور والو هذا النهار لأنه كيبيع ويشري والحالة ضعيفة، وتجي ديالو أنت تقول له سير عياك عيفت الرجال أنت ما لك فايدة ما صورت حتى عشريتك، لا بالعكس قول له غدا إن شاء الله يجيب الله الرزاق واصبر شوية وتعاونوا. يا إله الله أشنو قالت له من خديجة؟ والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، الله تعالى ما يخزيك شيء، يعني ما يخيبكش الله تعالى، إنك لا تصل الرحم. هذه الأوصاف الخلاق نتصفوا بها فين تصل الرحم، شنو الرحم؟ دور أرحام، تعبد الله قال تعالى في القرآن الكريم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا وبذي القربى. شكون هو ذو القربى؟ الوالدين أولا، واللي ما يطيعش والديه وما يجلس معهم الخير حرمت عليه الجنة، خلاص حد حرمت عليه الجنة. فاللي كان داير مع والديه شي خصومة يحاول يصلح الجرة ويمشي يبوس الراس ويبوس اليدين ويبوس الرجلين ويقول لهم سمحوا لي درت معاكم وفعلت وتركت، وهذا وصوا عليه الله يجازيكم بخير وكبروا عليهم وليداتكم. ولكن انا اب ولا انا ام، ولادي خص نقول لهم اباكم انتم شو جاتنا ما انسخت ما كتسمعوش ما كتسمعوش فيا ما كت غادي تنفريهم من الدين ومن الاسلام ومنك. اللطف تربية لطيفة دائما دائما لطف دائما الرفق. ومن عائشة اللي قاتلنا رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف، وما كان الرفق في شيء إذا زانه ولا كان العنف في شيء إذا شانه. إنك لتصل الرحم، ما تصل الرحم الرحام هو القربة ديالك، هذه عما هذا والدين هذه عما هذه خالة هذا أخ هذه أخت هذا ولد خويا هذا ولد عمي هذا الأقارب كلهم، ما تصل الرحم ولم توصل معهم زورهم مرة مرة تمشي عندهم مرة مرة بالتي أحسن تعطيهم إذا كانوا محتاجين، والوالدين تنفق عليهم إذا قدرتي. وهذه مشكلة اجتماعية كتوقع عندنا بزاف كثيرة، كيكون الراجل خدام عنده والديه وعنده والداته وعنده المرأة، الوالدة ما عندها والو مسكينة فقيرة، وكان عندها وليدات أخرين، الولد كتقول له أنت ولدتي موظف ولا ولدتي تاجر وعندك فليسات جيب ليا، المرأة كتقول له لا أعطيني وليداتك، كي يدير لهاد المشكلة هذه؟ واش يعطي الوالدة والوالد وخلي الوليدات ولا كيفاش؟ هنا خصنا نكونوا لبيقين ولطيفين وذكيين. أول تكليف اللي عليك الرجال قوامون على النساء، القوامة هو وليدك هما الأولين، المرأة هي الأولى في البر، بر الوالدين البر هو الأول، ولكن في القوامة فإذا كان البر والقوامة اختلفوا كي ندير نقسم راسي ولا شنو؟ ولكن البركة اللي أعطى الله قليلة، الله يوسع علينا على الأمة.
الله يوسع علينا، الله يوسع الله الحسية والمعنوية إن شاء الله. خصوصا حزرها يرضي هذه ويرضي هذه. وإذا كانت بعض الأمهات الله يحفظ، الله يحفظ كاينين بعض الأمهات عاقات يعققن أبناءهن، العدوة ديالها هي العروسة، ولدها تزوج صافي جاب العدوة لدار دات ليها ولدها حرب. كاينين شي نساء مفلسات، كاين الحمد لله والشكر لله، وهادشي خصكم تبشروا به وتربيوا عليه الناس، تربيوا على بنياتكم ولادكم. كاين الناس اللي عندها عروستها بحالها بحال بناتها، هذا هو الفضل وهذا هو الخير. الشح هي النفس بدي ليا يا مدوخة ولدك بتصونوا عليك وبتصون. إنك لتصل الرحم. الثانية شنو هي؟ وتقري ضيف. شنو تقري الضيف؟ ماشي تقرئه، تقرأ شنو تقرئه؟ تقري قراية. وعندنا تقري الضيف، تقدم له طعاما يسمى القرى، تقدم له قرا. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه. معناه فليحسن قراء ضيفه يعني تهلا فيه، إذا جعلك الضيف تهلا فيه. قبيلة كنا كنسمع هاد الوصية ديال سيدنا عبيد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ثور رضي الله عنهم أجمعين، أش كان يوصي بنت خوه؟ قال لها إذا جاك الضيف قدم له الوسادة وأطعميه ولو خبز الزيت، فإن الرحمة تنزل عليك ما داموا على فراشك على وسادتك. الضيف في اللغة العربية ضيف، ويقال أيضا ضيفة، ويقال أضياف وضيوف، ولكن لعله الأصح يقال ضيف للمفرد والجمع. هل أتاك خلاص القرآن الكريم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. شنو ضيف إبراهيم؟ شحال واحد كانوا؟ واحد ولا كثار؟ كان شكون هما؟ ملائكة. ياك ملائكة جاو عند سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم هو الذي سن قراء الضيف، كان كريما. فمشوا جاو لهم جاء بإذن سمين، هذا إكرام ولا ماشي إكرام؟ ماشي جاب لهم شي طريف ديال الخبز يابس وشي، جاب لهم عجل مشى شواه لهم العجل، وعجل سمين ماشي عجل، وجاء بعد حنيد معنى حنيد مشوي سمين سمين. وخدموا لهم قال ألا تاكلون؟ ما قال لهم شي وازيدوا كلوا، لا ألا حرف عرض، عارف اللي يقولوا النحو في النحو كيقولوا ألا حرف عرض، ألا أنا ألا الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير باللغة الدارجة ديالنا، ألا تأتي عندنا واش ما تشرفناش شي نهار تجي عندنا؟ ألا قال ألا تاكل. إذا يقال ضيف، ويقال ضيف للمفرد وللجمع، ويقال أيضا ضيفة وضيوف وأضياف. وهؤلاء ضيفنا من في شبكتي من فرنسا، من إخوان من تولوز ومن باريس ومن شامبيري ومن مونتري ومن بوتو من عشب، ومن ليون 30 في رباطهم، الأخوات في ليون يسلي ابن علي كنا ياك علي كنا وإلي كنا يا الأخوات في الرباط 30 ديال الأخوات في ليون. كيسلموا عليكم أخوات ديالنا هنايا، وخا ما قالوا عليها شي، أنا قلت لهم أنا نكون غير سمسار بيناتكم ياك. وإخوان لكم في ستا، وستا هو مركز ديال الإخوان ديالنا، وما غرونوبل وشادي يوناكس نعرف، وإخوان أخرين من بلجيكا من أنفير ومن بروكسل ومن ألمانيا، إخوان من ديوسلدورف ومن إخوان من برو ما عرفتهاش عشان قراءة، وشنو هذه هنا
دورتموند وستراسبورغ. ستراسبورغ ماشي في ألمانيا، ستراسبورغ ستراسبورغ في الحدود بين ألمانيا وبين فرنسا، إن فرنسا هذه، وفرانكفورت أيضا. والإخوان ديالكم من أمريكا، من أيوا، من سياتل، ومن كندا، وفي أمريكا وآخر كندا، وفي كيبيك، وفي إنجلترا، في ماركفيلد في إنجلترا، شي إخوان ديالكم في ماركفيلد. إسبانيا إخوان برشلونة، وإخوان فالنسية، وسبتا سبتا مسكينة، ولا إسبانيا لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يرضى على المسلمين، أرضى المسلمين. كي نديرو لها؟ نديرو صورة ونمشيو ليهم ياك؟ لا هادشي خصو وقت وزمان وتهيئ ولا ينصرنا الله من ينصره. فإذا كنا نحن لا ننصر الله عز وجل في أنفسنا في طاعته وفي إعداد القوة التي أمرنا بها، فكيف يأتي هذا النصر؟ هنا لا بأس أن أذكر بما يفعله بعض الناس. بعض الناس يشعر بعضهم أنه أصبح قوة لا تقاوم، علاش؟ إنه اجتمع في مجلسه 30 رجلا جلدا أو 50 أو 100 أو 1000، قال إحنا قوة ما كانش بحالنا، أرانا نظن نحرر سلطة ونحرر المغرب ونحرر الجزائر، أش نديرو؟ مباشرة كيمشيو القنابل ويقتلوا الناس في الدار البيضاء، يمشيو للإرهاب وقتل الناس وسفك الدماء بغير حق، بيزولوا الظلم بظلم أكبر منهم. وشكلة تكون الأمور لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كيف نعدلهم القوة؟ وخصنا ما بقي شيء، احنا نستوردوا السلع ديالهم وبثمن الغرومة، سيكون تبادلية، ولكن جات الحوتة الكبيرة في البحر وسترد الدوب الحوت الصغير. الحوت الصغير هما حنا المغرب، شنا هو المغرب قدام الاقتصاد ديال الميريكان، يسرطونا من هاد الناحية، كيصنعوا كل شيء وحنا ما كنصنعوا والو. المسمار باش ندقوه في الحيط، إلا بغينا نصاوبو خصنا نجيبو الماكينات ديال اللي كتصنع المسمار من تما من عندهم، واش نجيبوه من فرنسا ولا من ألمانيا ولا من أمريكا؟ دابا أمريكا قالت لهم لا ما كانش، غير أنا نعطيكم غير نعشو، ما ديروا والو ما تصنعوا والو، إلا عندكم شي عقول تبتكر جيبوهم لنا، راهم لنا يهاجروا لأمريكا ونعطيهم الدولار نخدموهم، ثم عندكم بطاقة وعندكم. فإذا خصنا نعالجوا الأمور معالجة شمولية كلية من أساس البناء إلى قمة الإنجاز. هناك تصمت مباشرة بإسبانيا والإنجليزية والألمانية والحمد لله رب العالمين، ولا أرى هنا تصمت بالفرنسية. كان في نفس الوقت اللي كانت تكلموا هنا إخوان ديالكم كيترجموا إسبانية، وأخ من أمريكا كيترجم الإنجليزية، وأخ من دار البيضاء كيترجم بالألمانية. سبحان الله، شوف الاختراعات اللي داروا في الزمن هذا، الله تعالى يسرها لنا. عوض ما يجي ويقول لك أسيدي هذيك جماعة تاع الوسان ممنوعة، حرام ما تكلموش، أرى دخلوهم الحبس، أرى حكموهم، أرى السيد العبادي كان في الحبس، نعاود نردو الجواه. يا الله تعالى سحنينا. مرة كيجي ويقول لك هذي التليفون ما خلصوش، راه قلنا 15 مليون، واش حنا شركة ديال توزيع الكهرباء باش تخلصوا 15 مليون ديال التليفون؟ باش يوقفونا. مرة خسروا لنا هاد التواصل ديال الشبكة، ولكن الله تعالى ميسر الحمد لله رب العالمين. الكلمة ديالنا كتبلغ الآفاق. ثم نرجع إلى ما قالت منا خديجة رضي الله عنها، إنك والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. سمعنا معنا تصل الرحم، فلذلك اللي كان منكم عنده ذو رحمه يحرص باش يقطعش معهم علاقة، يزورهم. تقول لك أنا متحجبة وكنصلي وعندي واحد بنت عمي مفلسة وكتكمي ربما ومتبرجة ومفلسة، ما عندي ما ندير بها. بالعكس
بالعكس هذه الكلمة محتاجة لك، هذه الكلمة محتاجة لك. إذا كنا جالسين فطرنا مريحين ما عندنا الشباس ما يحتاجوا لحد، ولكن جاء نجيبوا المثال باش نفهموا، جاء العافية كيتحرق لنا الدار، محتاجين ولا محتاجين شي؟ أحسن عباد الله يجيو. كذلك هذيك بنت عمك ولا بنت خالك ولا ديك الخالة ولا ديك العمة اللي هي مسكينة في ضايعة ومفلسة وما تصلي وما محتاجة لك، راه كتحرق غيتيها ما تقطعش معها العلاقات. يقولون بإخواني أقول لهم دائما وأذكروا، والله يجازيكم بخير، من سمع منكم فائدة في هذا المجلس فليبثها في الناس، فلينقلها كما هي بدون زيادة ولا نقصان، وهذا شيء صعب جدا، لأنه بعض المرات كنقول شي كلام هنا وكيمشي معوج، ناس كيوصلوه معوج مسكين. شي مرة قلت لهم دعوا لي الله تعالى نورد، صافي مشاو دابا البوليس وما يزال يقولوا راه غادي يموت هذاك خينا، صافي راه مريض، صافي بلا كاع راه مات ولا ما عرفش داك الشيء. ونبلغوا إن شاء الله ونوصلوا للناس صلة الرحم، ما اخطعوش الرحم، أما نقول الرحم سجنة من الرحمن، معناها سجنة من الرحمن، قطعة من رحمة الله عز وجل، تتعلق بالعرش وتقول اللهم صل وصلني واقطع من قطعني، هذا الرحم اللي هي معنى كاين الرحيم المرأة البطن المرأة اللي كتولد، ولكن الرحيم هي معنى الرحمة بين الأقرباء، تتعلق بالعرش، كتعلق بالعرش الرحمن سبحانه وتعالى، كتقول يا ربي اللي وصلني واللي تهلا فيا تهلا فيه، معنى واضح من وصلني مفهوم العربية الدارجة، واللي ما تهلاش فيا ايوا خليه اقطعه، اقطع لي الرحمة ما ترحموش. وذكروا الإخوان بأن لكل واحد منا صحبة ماضية ورقة سيئة فيما مضى، هؤلاء يقطعون من غير الأقارب أخرين صحاب ديال الكريم اللي كنت كنجلس معهم نلعب معهم الكارطة ولا ضامة ولا شي حوايج أخرين، هادو نقطع معهم علاقات نهائيا اللي غيديوني غادي يغرقوني، نبقى مع الجماعات اللي غيتولي طريق الله تعالى، وإلا غادي نمشي. هذاك يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهذوك القرار العلاقة حتى نولي أنا واحد الرجل قوي ولا واحد المؤمنة قوية ويسعى نقول لهم السلام عليكم شخباركم شحال ما شفناكم، ويجيو أجي نخبركم فين كنتوا أشرتوا، وحنا كنا كنديروا كنفعلوا كنتركوا كنتميوا كنديروا المخدرات وذاك الجوانات وذاك شي، أجيو تستشفوا الإيمان والإسلام وراكين الآخرة، ونذكر الناس بالله عز وجل إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف. فالقراء من كان يؤمن قال سنة أبو هريرة وعن الأفضل من كان يؤمن باليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه، مش غير فليقري ضيفه وقف غير قدر لهم، ذاك السيد مبارك بن عبيد الله قال له خير ولو الخبز البيت ولو الخبز الزيت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحسن قراء ضيفه، وكي يقول يحسن قراء ضيفه ما عندناش العجولة السماء باش نقبلوا من الناس، حاسد ابراهيم الخليل جاء بعيزين سمين ما عندناش، ولكن يسمون الطعام اليوم الاول النهار الاول اللي جاء عند الضيف كيسميه تحفة ضيف، تحفة معناها طوب لهم داك الشيء، دير لهم شي طواجينة زوينة ولا شي مخفية ديال تكسو ولا شي حاجة شوية، وإذا كان الحال مزيانة حتى النهار الثاني والثالث، ولكن إلا ما كنتيش تقدر كنا دير لهم طاجين ديال تكسو ولا طاجين ديال سمو بدا النهار الأول ما أمكن هكا، ونهار الثاني والثالث يعني والنهار الرابع كتولي صدقة، كتولي صدقة وقسكرة، واجب على كل واحد يعطي القراءة ديال الضيف، فرض الله عليه فريضة.
فرائد بذل في سبيل الله. كان سيدنا عبد الله بن عمر إذا ضاف قوما ما ضافهم إذا نزل عليهم ضيفا ضافه نزل عليه ضيفا وضيفه هي يعني استقبله كان قلوا استضافه ما كان استضافه ضيفه اسمه قال في سورة الكهف فأبوا أن يضيفوهما ضيف ضيفه إذا ضاف كان سنعرضنا إذا ضاف قوما ففي اليوم الأول والثاني والثالث فإذا كان لهم الرابع يقول لا حاجة لنا بصدقتكم خاف يبقى يجيبوا لنا شيء وطعمونا وذكرونا صدقة احنا ما نكلوا الصراخة سنعرض من عمر إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم هكذا وردات هكذا نقراها وتكسب المعدوم وانفهمها بلغتنا وتكسب المعدم هذا معناها جاءت في الرواية تكسب والعرب هم اللي يعرفوا ياك لغتهم أحسن ديالنا ولا ماشي أحسن أحسن ولكن احنا اللغة العربية اللي عرفنا في الوقت باش نفهموها وتكسب المعدم تكسب المعدوم يعني اللي ما عندوش تعطيه واحد إنسان مسكين عليه الدين كيتسالو الدين غارق وغادي يديه الحبس الى ما اداش تعطيه وتعين على نوائب الحق تعين على نوائب الحق شنو النوائب النائبه نابه معناها نزلت فيه نازله كما وقع في الحسيمه هك هذه نائبه من نوائب دار نوائب مصيبه من مصائب نائبه هي مصيبه مصيبه من مصائب الزمن والحمد لله إخوانكم كيحمروا الرجال الحمد لله الإخوان ديالكم من الناظور صرتوا 70 ديال الإخوان والأخوات وقاموا واحد عمل مجيد واحد عمل مشكور ما شاركتهمش فيه شكون اللي من الناظور هنا عندكم كاين شي واحد من الناظور الإخوان اللي حاضرين من الناظور زيو ما كاينش وعلى كل حال هاد الزيارة السادسة غادي نحضروا فيها لواحد المحاكمة في